فرضا انا سحبت كل اللاير الخاصه بتقرير قناه الجزيره، عملت زوم ان بالزائد والناقص الموجوده على الكيبورد او من هون مثل ما انتم شايفين. هذا مدته تقريبا دقيقتين. اي تقرير انت تساويه لازم ما يتجاوز مدته الدقيقتين. اذا طلع فوق الدقيقتين معناتها في مشكله، حيسبب ملل عند المشاهد. انا هذا التقرير سويته تقريبا شي دقيقه او اقل، ولكن الفكره انه هو تجربه بس مشان انت المفروض تتوسع اكثر مني، ولكن هي عمليه فقط اني انا عم فرجيك تيست عن الشغل. طيب اذا انا اليوم حاعطيك ما تشوف هي الاشاره يمين شمال، فانت اذا ضغطت هيك بتوسع الفيديو، يعني بتشوف انت البدايات. لاحظ لما انت عم توسع الفيديو عم يعطيك فوق الفريم اللي عم توصل له اثناء عمليه التوسيع. يعني انا اذا فرضا بدي انتقل كبست في واللي هي موجوده هاي في اختصارها، بتشوف كل واحده اختصارها ريبيت بيل مثلا ليك. مثلا بدي صغر الفيديو من هي الجهه، ملاحظ انه بدي احدد المقابله من هون مثلا من هي اللقطه مثلا بدي اياها من هون وبدي اياها من هون مثلا بتبلش. يعني حتى لو كان في بعض من اهالي الشغل لما تسحب لقطه الفيديو في عندك طريقتين بدك تسحبها من هون لهون، اما كنترول سي تيجي لهون، كنترول في بما انك محدد هون وهون فحتنزل اللقطه اجباري هون مع الصوت، حينزل الصوت كمان اجباري هون كنترول في. طيب كنترول زد، طب انا فرضا ما كنت محدد لو كنت هدول طافيهم صح، فكنت محدد هون ومحدد هون كنترول في، قام شو عمل نزل لي الصوت ضرب لي الفي او اللي انا عم بشتغل عليه، نزل لي الصوت تبع الفيديو عليه ونزل لي الفيديو باللاير الفوقاني. طب انا كله بدي اشتغل فيه هون بين هالسلكين هدولي، هذا سلك نحن نسميه. فكنترول زد حتى بكره صارت معكم ما تتضايقوا، السبب انه انتم فاعلين غير هدول، فانت بدك ترجع تفعل الفيديو والاوديو اللي احنا بالاصل قاعدين نشتغل عليهم وتترك هذا. يعني مثلا انا هذا في او كبسه يمين رنيم سمي لي حسمي في او، فهيك انا صير مميز انه هذا تراك هو في او، هو بس للصوت خلص. بشيء التفعيل عنه ما عاد ينخاف عليه، هذا ما عاد ينزل عليه شيء الا اذا انت لك تنزله مينيوال، يعني تسحبه وتنزله هيك. فانت هون ساعتها بتنزل الصوت تبع الفيديو فوق الصوت تبع الفي او ماشي. من رجعه خلص حتى لو بتظهروا قدام الدخلين معكم من هلا انا هون حاطط انه كان معكم احمد وردي من موقعنا rvx.com. احمد وردي بتقول انه انت اسمك هيك وبنفس الوقت الموقع عم تشتغل فيه احمد وردي او القاهره. اوكي هلا انا ما راح استخدم، حاستخدم التقرير نفسه تبع قناه الجزيره كبستين من هون، فتح لي بالمونيتور الاصلي، شفتوا قديش مريحه هون الشغل، احسن ما انزل لهون واقعد اقطع من هون. لا بقطع من هون اصدقائي لك شلون هون بتوسع مساحه الفيديو الاصليه وبنزل وانا مرتاح خلاص، عارفان حالي انه ما في داعي اشتغل شيء هون. وهي ديليت هون، هاي هون طبعا المذيع بالجزيرة عم يأدي تقريره المفروض اخر شيء هون. وبغض النظر عن اختلاف الروايات بشكل بنرجع بالجي والكي والال تتحكم بمكان الفيديو، مثلا جي رجعنا لهون ما بدي لهون. اوكي باخذ من هون كات بحدد بما انه نهايه المقابله الاخير هو المذيع عم يقدم فيها، باخذ دراج، ما باخذ بس فيديو لحال او اوديو لحال، لا بسحبه كله مثل ما هو الدراج موجود عندي. لابل وسيله للدموع غير مبرره اصلا انه يضربوا ناس مسلمين من غير ما يعملوا اي حاجه حتى لو بتظهروا قدام الداخليه. وبغض النظر عن اختلاف الروايات بشان الشراء طبعا مثل ما انا شايفين كمان في مشكله بحجم الفيديو، برجع لهون سكيل سيدي بلش شعار تبع قناه الجزيره بنحط هون، طبعا حاول انه الصوره تكون بالنص ظهر قدام الداخليه. وبغض النظر عن اختلاف الروايات طبعا بنلاحظ انه في مشكله بالصوت هون ظهر قدام الداخليه. وبغض النظر هذا اسمه جامب ظهر قدام الداخليه. وبغض النظر عن اختلاف الروايات بشان فالافضل بهي الحالة انه انا احط مقطع حتى لو بتظهروا قدام الدخلة. طيب فيني نعمل شغلة اني انا فيد الصوت، يعني ما حتى ما يبين في جامب انه طق دغري نقلنا لعنده، فيني اجي لهون
على الفوليوم. طبعا كون انا محدد على الصوت لير الصوت الخاصة بهذا الفيديو فوليوم، وبقول له كي فريم، حددت كي فريم موجودة معي. طبعا انا بكون معير هون المسافة حجم الصوت انه ما يطلع فوق الماينس 11 ماينس 6 عفوا، ما يوصل لهون بطي الصوت للاخير. اوكي غير ما يعملوا اي حاجة حتى لو بتظهروا قدام الدخل. اتاكد انه ما في شيء اسمه ديب تو بلاك او شيء. وبغض النظر عن اختلاف غير ما يعملوا اي حاجه حتى لو بتظهروا قدام الدخل، وبغض النظر عن اختلاف الروايات بشان الشراره. هون برجع بظبط الصوت اوديو جيم. نظر عن اختلاف الروايات بشان الشراره التي اشعلت صار عن ناقص على الموقف، فالمؤكد ان عوده المتظاهرين الى ميدان التحرير وعوده قوات الامن الى محاوله تفريقهم بالقوه يؤشر الى ان مرحله جديده قد بدات من الثوره المصريه. سمير عمر، الجزيره، القاهره. اوكي اليوم صار خالص تقريبا. الدرس اللي بعده حتشوفوا كمان شغلات هيك جديده صغيره، مثلا بدي تفاصيل بدي احكي لكم عليها جوات البريمير بتفيدكم اكيد. موضوع كيف بدك تخرج هلا لهالماده تساويها فيديو نظامي وتبعتها، او كمان يمكن انا في عندي مشاكل خليني كمان شوفيني بالتقرير اني اعمل لانه في شيء غلط. من بين بعض النصائح اللي اشرح لكم عليها باللقطات القادمه على نفس التقرير، هذا نفسه التقرير فيه اخطاء، فرضا قاعد معي مخرج حيشرح لكم شو المشكله اللي صارت عندكم بهذا التقرير. شوفونا بالدرس الجاي. سلامات، كان معكم احمد ورده من موقع rfvfx.com. يتبع. سلامات جميعا، معكم احمد ورده من موقع rfvfx.com. هلا حنرجع نراجع هذا بالجزء الثالث، خلينا نعتبره لكيف نحن فينا نراجع التقرير احنا اللي اشتغلناه ونتأكد من بعض الأمور الأساسية. أنا اشتغلت التقرير بدي أرجع شيك عليه. طيب أول شيء بهذا الدرس حنحكي كيف نحن فينا نخرجه ونتأكد من الأسلوب المهني القريب للصح، يعني نحن ما عم ندعي. أول شيء كمان تاني شيء بدي أشكر صديقي محمد الحسين اللي ساعدني وعطاني بعض النصائح. قال لي أول شيء انه المفروض احنا اول لقطة لازم ما تتجاوز، خليني بس طفي الصوت. لازم اول لقطة بالتقرير يلي انتو عم تشتغلوا مهنيا ما يتجاوز 3 ثواني. اذا انت حطيته 5 ثواني، اذا انت حاطه 5 ثواني المفروض تترك 2 ثواني منه لاول لقطة لبداية الفويس يلي انت بداية التقرير انت مسجله. مثلا ها مثلا اذا هون حطي احنا هاي اول 3 ثواني بعدين 2 ثواني. الى اين تتجه هذه الثورة المباركة؟ اوكي معناته انا بلشت الصوت تبعي اجباري ببدايه اول مشهد انا حطيته، ما بتاخر فيه وما بزود عن 5 ثواني قد ما كان الوضع سيء، لانه هذا الشيء بسبب جمود. كتير مهم انه اي لقطه انت عم تساويها لازم ما تقل عن 2 ثواني بالتقرير حتى ما يصير في قطع سريع، لانه انت ما عم تشتغل برومو، انت عم تشتغل تقرير اخباري. بتبعد عن الافكتس، يعني ما بتحط افكت بين اللاير واللاير. بتبعد عنها، هذا شيء اساسي. كمان اذا بتحبوا كمان كتير مهم انه تعير الصوت انه ما يطلع فوق الماينس 6، لانه بالتلفزيونات فوق الناقص 6 هذا الشيء بيعمل خشه عندك، شيء في خشه بالصوت كتير سيئه. وما ينزل تحت الناقص قديش 18، ما ينزل تحت الناقص 18، في ناس بحطوه على الناقص 12. طبعا بدك تراعي موضوع انه ما يكون في حركات بان، يعني اذا اللقطه انت عم تاخذها بشكل افقي بالكاميرا او زوم عم تفوت زوم فيها، او تايتل من تحت لفوق عم تطلع، بدك تحاول انه تكون اول شيء ثابته الحركه، ما تعمل قطع على بان متحرك، كثير هذا الشيء مهم. وكمان الامور المهمه انه باللقطات البدايه والنهايه للتقرير لازم يكون كمان التقرير ثابت، يعني الصور اللي انت مستخدمها مثلا هون اللقطه تكون ثابته ما في حركه بان، وبنهاية التقرير هو غالبا ما بيكون للمذيع اللي هو عم يقدم التقرير كمان تكون اللقطة ثابتة ما يكون في حركة. من بين الأمور كمان يلي معتمدين عليها معظم اللي بيشتغلوا مجال التقارير انه حاول تاخذ لقطات عامة للمكان اللي انت عم تعمل فيه التقرير. وكمان المهم انه تحاول، هلا انا هون كان في تجاوز بالنسبة لإلي انه انا مستخدم هون لقطه ميديوم، الافضل يكون في لقطه لونج. ممكن احنا مستخدمينها مثل هيك، نبلش اللقطه مثل هون لقطه لونج، بعدين بنفوت ميديوم، بعدين اذا بدنا بنفوت كلوز. هيك بكون اذا بنبلش بلقطه ميديوم بعدين لقطه كلوز، يعني نبلش لونج لقطه بعيده بالتقريب بكون افضل، بعدين لقطه كلوز بعدين كلوز لونج كلوز. اوكي إذا بدك تخرج
بتفعل الاوديو بتفعل كل شيء، انت بتاكد انه هي لاير ما مطفيه، متى ما طفيتها من هون هي ما راح تطلع بالتقرير. المنطقه اللي بدك تخرجها لازم تعرف انه انت ما فيك تقول له خلص ريندر دغري انه خرج لي التقرير، لا بدك تحدد المكان اللي انت بدك تستخدمه للريندر، بتحدد اول فريم من هون ثاني فريم من هون هو المارك ان هي، او بالكنترول عفوا بالالت وحرف او بالاكبر او يساوي هن المناطق اللي بتحدد فيها، مثلا الت اكبر او يساوي هو حرف الجيم بالعربي حدد لي لهون، اكبر او يساوي مثلا بدي من هون مثلا التقرير يقطع كنترول دي، دي بالعربي طبعا دال، برجع بحدد انا خليني على استخدام الماوس. كمان من الامور المهمة لازم هلا هون مثل ما انا شايفين جزيرة الجزيرة هون مخطئة القاهرة، مفروض يتركوا ثانيتين بنهاية التقرير مشان المخرج هو يفيد او ينهي اللقطة تبعه ويفوت عند المذيعة بطريقة كتير مريحة ما تبين انه صار في قطش. اوكي خيرا هون تاركين هنا ثاني، مفروض يتركوا ثانيتين بكون افضل. هلا انا بدي خرج التقرير تبعي وبدي ابعته للمحطة او بجوز كون عم بشتغل جوات المحطة. هلا فيك تكتب تحط كنترول ام حرف ام بيعطيني هلا كنترول ام مفروض بيعطيني شاشة التخريج، هون ما عطاني لانه في مشكلة خفيفة سوني شوي. مو مشكلة، فينا نجي لهون احنا فايل في شيء اسمه اكسبورت، دائما هلا بتلاقيه معظم البرامج ميديا اللي هنا ليك حاطط لك الاختصار هون كنترول ام، هارجع احط كنترول ام كنترول ام ما عم ياخد، في مشكلة يمكن لانه انا نظام التسجيل عندي تبع الكود تبع السكرين اللي انا حاطه بالغيلي اياها لانه بيكون هو مستخدم اختصار لإله. اتأكد الشغال اوكي شغال. فايل اكسبورت ميديا اللي هي اختصار كنترول ام بيعطيني، فبتأكد بيعطيك المساحة اللي انت بدك ترندر فيها من هون لهون. كتير مهم انا حعمل لا على التعيين نظام تخريج هيك بي ان جي بيخرج لك يا صور، لا انا بدي خرج المحطة اجباري اجباري اجباري، هي قاعدة تاخد اول شيء AVI مو انكمبريس، انكمبريس يعني هو هلا هيك بصير ماله مضغوف حيكون حجمه كتير كبير ونفس النتيجة حتكون على الشاشة وما رح يقدر السيرفر تبع المحطة انه يعرض التقرير تبعه، لا بتحط AVI بتحدد البريسيت تبعه بال دي في، اذا كنت عم تخرج لمحطة تستخدم نظام الوايد سكرين او الشاشات العريضة بال دي في وايد سكرين، ولكن احنا من الاصل البروجيكت ماله مشتغلين احنا وايد سكرين فهنستخدم بال دي في. متى ما فعلت البال دي في صارت خلص كل امورك جاهزة، عليك بس انك تسمي الفايل وتحطه بالمكان اللي بدك اياها سيف مثلا، وبتترك الاعدادات كلياتها اللي تحت مثل ما هي ما في داعي تلعب فيها. فيك تخرجها عن طريق البرنامج الخارجي ولكن انت فيك مباشرة كمان تعمل اكسبورت بنفس المكان، ما في داعي تخرج عن طريق البرنامج الميديا ريندر الخارجي، لا مباشرة عن طريق اكسبورت، وهيك انت بتريح حالك بجوز تأكل وقت حسب سرعة الجهاز عندك تكون سرعة التخريج. طبعا البريمير سي اس 6 كتير ممتاز بهذا الموضوع انه بيعطيك امكانية ريل تايم انك ترندر بسرعة. هذا كل شيء لحد هلا. اذا كان عندك كمان مشاكل ممكن تخرج اذا كنت انت بعيد عن المحطة بدك تبعتها عن طريق النت والنت عندك سيء، فيك تبعت بصيغة امبيج ولكن نفضل انه بال دي في. سلامات جميعا، كان معكم احمد وردي من موقع rfvfx.com. اذا كان عندكم كتير من التساؤلات او المشاكل فيكم تراسلوني على نفس صفحة الدرس بالموقع ففيني انا اعرف، او فيكم على صفحة اليوتيوب تبع تشانل بكون افضل تبع الفيديو نفسه فبصير برد عليكم جوات صفحة اليوتيوب. صار التقرير هلا هيك احنا عنا جاهز فيني استعرضه. مسرحية إلى أين تتجه هذه الثورة المباركة؟ سؤال يطرحه المراقبون من جديد بعدما وجدوا من أسلوب التعنيف الذي تعرضوا له المتظاهرون من قبل الرئيس حسني مبارك، في حين تكلم بعض المواطنين عن أساليب خفية تستخدم في الخفاء في قتلهم أو في دعسهم وحتى أثناء أداء صلاتهم. يعني حتى لو كان في بعض من أهل الشهداء نتيجة انفعالهم بالموقف فممكن يكونوا هاجموا او رايحين يتظاهروا قدام وزارة الداخلية، مش ممكن في هذا الوضع ان يحصل ضرب بكل هذه القنابل وسيل الدموع غير مبررة اصلا انه يضربوا ناس مسلمين من غير ما يعملوا اي حاجة حتى لو بتظاهروا قدام الداخلية. وبغض النظر عن اختلاف الروايات بشأن الشرارة التي اشعلت الموقف
فالمؤكد أن عودة المتظاهرين إلى ميدان التحرير وعودة قوات الأمن إلى محاولة تفريقهم بالقوة يؤشر إلى أن مرحلة جديدة قد بدأت. مثل ما قلت لكم، أي استفسارات فوتوا على نفس الشانل تبع اليوتيوب، على نفس الفيديو، على القولي، أي كنت تشوفوا الأجزاء ثلاثة إذا كنتوا ما كنتوا عارفين كيف توصلوا لهم، فوتوا على نفس الشانل أو فوتوا على الموقع تبعنا ضمن دروس البريمير، حتلاقوها كمان موجودين. سلامات أصدقائي السنافر، باي.